بيان إلى الرأي العام في واحدة من أبشع وأقذر المجازر الوحشية التي تضاف لسلسلة الممارسات الدموية التي يسعى الاحتلال التركي من ارتكابها على قمع وتركيع الشعوب المضطهدة، حيث تم استخدام أسلحة محرمة دولياً عشرات المرات في جنوب كردستان ومناطق الشمال والشرق السوري، ورغم وجود أدلة دامغة على ارتكاب هذا المحتل مجازره وجرائمه باستخدام أسلحة كيميائية، لكنه استطاع الإفلات من العقاب لغاية الآن بسبب التخاذل الدولي وسقوط منظوماته القيم الأخلاقية التي يتغنى بها دعاة الحضارة وحقوق الإنسان، ليرتكب مجزرة جديدة أدت لاستشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الغريلا الذين دافعوا عن أرضهم وشعبهم وشعوب المنطقة بكل شجاعة وبسالة، ورغم ضعف الإمكانيات إلا أن عزيمتهم كانت القوى الحقيقية التي حركتهم للوقوف بوجه المحتل التركي وتنظيمه الإرهابي داعش وإفشال مخططه في تطبيق الميثاق الملي وإعادة إحياء إمبراطوريته العثمانية. أن مقاومتهم الباسلة أرهبت المحتل وأقضت مضجعه وأفشلت مخططاته الرامية إلى احتلال أرضنا، ما جعله يدرك جيداً إنه يواجه جبالاً رواسي كانوا ولا يزالون الصخرة التي تحطمت عليها أحلامه وأوهامه، وهذا ما دفعه ليصبح أكثر دناءة وخساءة في استخدام أساليب أكثر إجرامية ووحشية، تارة عبر طائراته المسيرة ومرتزقته الخونة، وتارة أخرى باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ومحرمة دولياً. فهذه المجزرة الوحشية بحق ثوار كردستان والشعب الكردي تكشف القناع الزائف عن وجه تركيا التي تتحدث عن السلام زوراً وبهتاناً، وترتكب يومياً أفعالاً لا تمت للإنسانية بصلة. فمحاولة الاحتلال بتضليل الرأي العام العالمي بما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وقدرة على ترويج الأكاذيب زوراً وبهتاناً على شعبنا ومناضلينا من خلال اتخاذ شماعة الإرهاب عناوين مضللة اشتغل عليها الاحتلال ليحقق مآربه الخاصة، قد فشلت إذ إن جرائمه تؤكد وبقوة أنه هو من يتبنى ويغذي الإرهاب ويمول التخريب ويجند العملاء. ما يحقق فعل المؤامرات في النيل من الشعب الكردي وشعوب المنطقة لإرهاب العالم واستباحة الأوطان وزرع الفتنة والشقاق سعياً لتحقيق أهدافه وأطماعه. إن حزب العدالة والتنمية مخطئ إن توهم أن أساليبه النازية ستضعف من صمود الشعوب الحرة أو تكسر مشروعنا الديمقراطي، فنحن سنواصل صمودنا وتمسكنا بأرضنا ونقاوم المحتل حتى ندحره. باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة وريفها، نعزي أهالي الشهداء ونعزي أنفسنا لخسارة 17 أيقونة ثورية ناضلوا بأرواحهم في سبيل حماية شعبهم. نعاهدهم على السير على خطاهم، وندعو جميع الأحرار من الثوار والثوريات الذين يؤمنون بالفكر والمشروع الديمقراطي لنكون على قلب واحد وبإرادة صلبة وعزيمة لا تكسر. في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها مناطق جنوب كردستان والشمال والشرق السوري، وتلبية لنداء الحرية والعزة والكرامة والواجب الوطني ومن جميع المناطق وبمختلف انتماءاتنا الاجتماعية والعشائرية وأطيافنا السياسية، لنؤكد للقاصي والداني والعالم أجمع إننا لن نكون على هذه الأرض إلا أحراراً أباتاً ويداً واحدة في مواجهة التحديدات والأطماع الفاشية التركية، حيث لن يستطيع كسر إرادتنا وقوتنا.
فنحن ماضون على خطى شهدائنا وفلسفة قائدنا عبد الله أوجلان. وعلى الإنسانية كلها أن تقف معنا وتضع حداً لمجازر الاحتلال التركي المتواصلة منذ عقود ضد الكرد بشكل خاص وشعوب المنطقة بشكل عام. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، شهداء العزة والكرامة.